السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم متابعي سناب الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. السابع من شهر رمضان لعام 1445 من الهجرة النبوية، نحن الآن متواجدون من أمام مقر الإفتاء داخل المسجد الحرام، وهو مقر لإجابة المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام لجميع مسائلهم الشرعية. توجد مقرات مختلفة داخل المسجد الحرام، تابعونا في هذه التغطية. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم مقر الإفتاء هنا، عندي سؤال شرعي. هل يجوز أو هل يشترط الوضوء لأداء العمرة؟ نعم، يشترط الطهارة، لأن الطواف لا بد فيه من الطهارة، يجب الوضوء لأداء العمرة. نعم. شكرا جزيلا يا شيخ. هنا أحد مقرات إجابة المسائل الشرعية بجوار باب الملك عبد العزيز. متابعي سناب الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تجدون هنا الأرقام الخاصة للإجابة على المسائل الشرعية التي تتعلق بزوار بيت الله الحرام، وأيضا تتواجد أجهزة الهاتف المنتشرة في جنبات المسجد الحرام للإجابة على المسائل الشرعية.